مساء الخير. بحلقة اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شاء سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالوا إلا يتابعونا، خليكن معنا. أشرفية 1944 ريزيدنشال تاور جاهز للسكن ببرايم لوكيشن بعيد دقائق عن ساحة ساسين، المتحف، العدلية وأهم المراكز ببيروت. تاور للسكن مؤلف من 14 طابق، قسم شقتين بالطابق وقسم شقة واحدة بالطابق. الأبارتمنتس الأصغر مساحتهم 200 متر مربع مع 3 بادرومز، أما المساحات الأكبر فهي 300 متر مربع مع 4 بادرومز. تاور مأمن فيه 3 طوابق للباركينج، 2 منهم أندرغراوند مع ستارج رومز. من أهم المواصفات 2 برايفت إليفيترز، سولار باور، سبليت اي سي وسنترال اي سي يونتس، وجيبسون بورد ديزاين مع لايتينج. أشرفية 1944 هاي اند تاور مؤلف من 25 شقة، 7 منهم افيلبل، كلهم سامبلكس مع بانوراميك فيو من أي طابق. أشرفية 4748 بروجكت سكني مميز بموقع استراتيجي قريب من أهم المراكز ببيروت. جيتد كوميونيتي مؤلف من 3 بلوكس وسيكوريتي عالية بالإضافة لبانوراميك فيو عبيروت والبحر. مساحة الأرض 13000 متر مربع، من ضمنهم 3 تاورز ومساحات خضراء، بالإضافة لبلاينج أريا، سبورتس كورت، جيم وأوتدور بول. أبارتمنت جاهزة للسكن مساحاتها بتتراوح بين 185 و 530 متر مربع، قسم منهم دوبلكس وقسم سامبلكس. عدد الأبارتمنت بالبروجكت 280 و 90 منهم أفيلابل للبيع. معايير العمار عالية بتتضمن تلبيس حجر، دبل وولز، فاير ألارم سيستم وأربع برايفت جنريترز. أما بالداخل رخام أوروبي بالصالونات، كونسيلد سبليت اي سي وديزاين جفصين مع لايتينج. اما الباثرومز مجهزه باهم سانيتري اكويبمنت. اشرفيه 4748 بروجكت سكني برايفت مأمن فيه جميع الخدمات. 90 افيلبل ابارتمنت للبيع بمساحات صغيره وكبيره، وكل ابارتمنت تابع لها ستورج روم، اندر جراوند باركينجز، بالاضافه لباركينج خاص للضيوف. Legendary love, forever you and me. Underneath the sun, no other place I'd rather be. فيرتيني بيفيردان بروجكت سكني فخم ألف من 2 تاورز و 33 أبارتمنت، أما العدد الأفيلبل للبيع فهو 21. لوكيشن استراتيجي بيفيردان كاشف على فيو مدينة وبحر. تاور A مؤلف من 14 طابق، أما تاور B 4 طوابق. أبارتمنت سامبلكس ابتداءً من 170 ل 340 متر مربع. هاي سبيسيفيكيشنز من ضمنهم 2 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز بكل تاور، كل تاور عنده برايفت إنترنس، و 33 أبارتمنت مقسمين على 2 تاورز، قسم شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق. أما بالداخل يوروبيان ماربل بالصالونات والباثرومز، وخشب ماسيف بالغرف، بالإضافة لسانيتري أوروبية، وكيتشن خشب تك مع توبريزين. كونسيلد وسنترال اي سي سيستم وهيترز. فيرتيني بروجكت بيجمع بين المودرن واللوكجري لايف ستايل بموقع استراتيجي بفيردان. 21 ابارتمنت هاي اند افيلبل للبيع، وكل شقه تابع لها اندر جراوند باركينج وستورج روم. ستارتنج برايس 4500 دولار بالمتر.
there's a place I go to where no one knows me. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنتس 115 متر مربع مع 2 بدرومز و 147 متر مربع مع 3 بدرومز. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم solar power, double glazing و insulation system، بالإضافة ل gardens, basket court و playing area داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة صور، 140 أبارتمنت من أصل 350 available للبيع، مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. تريبلكس 760 متر مربع بأهم موقع بالأشرفية، بعيد أمتار عن ساحة ساسين، وفيو 360 درجة بكل الطوابق. fully furnished and decorated، مصمم بفخامة وبحالة ممتازة. 3 طوابق بيوصلن بانوراميك انترنال ليفت بالإضافة لدرج مشترك. أول طابق 280 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز مع داينينج روم. guest bathroom، مطبخ وتراس. بيتميز أول طابق بدبل هايت موصول بالطابق الثاني، مساحته 200 متر مربع، مخصص لثلاث غرف نوم ماستر وكيتشنات. أما آخر طابق فهو للإنترتينمنت وون ماستر بدروم بالإضافة لكيتشنات. لكجري فينيشينج بالداخل وفرنتشر كلها كاستم ميد. كل طابق عنده مدخل مستقل ومأمنة فيه جميع الخدمات. مواصفات التريبلكس بتتضمن أرض رخام، فاونتن بالسالون، تشمني ودبل جليزينج. هاي أند تريبلكس مميز وفخم ببرايم لوكيشن بالأشرفية. عنده 2 برايفت جنريترز، 4 أندرغراوند باركينج مع ميدز روم، وجيم بأول طابق. للبيع بسعر 1,750,000 دولار. ترددت بعض الأخبار بأن وزارة الإسكان المصرية قامت بسحب أرض شركة بروة القطرية اللي بتبلغ مساحتها 2200 فدان على حدود مدينة القاهرة الجديدة ومتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة. وبتعود قصة حصول بروة القطرية على الأرض إلى عام 2007، وقتها تقدمت الشركة القطرية مع كبرى الشركات العقارية الخليجية والليبية وبمقدمتها دمعك العقارية وفواز الحكير إلى مزيد بالأظرف المغلقة بغرفة وزارة الإسكان بفندق هيلتون النيل للحصول على أرض بالقاهرة الجديدة. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتير ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما هو فيكن تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكيفية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.